وكان عمود المحافظة الشرقية. أشكر حضراتكم جميعا وأهلا وسهلا. البداية بكلمة الترحيب للمهندس شوقي محمدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة شوقي محمدين الخيرية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نيابة عن الأيتام في الوحدة المحلية بالحصوة. أرحب بمعالي الوزير الدكتور ممدوح عراب محافظ الشرقية، أرحب باللواء خالد سعيد عضو مجلس الشورى في اليوم الجميل يوم اليتيم، ونشكرهم والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وأنه ليوم عظيم. وأشكر معالي الوزير على والسادة النواب المولودين، وأشكر معالي الوزير على جبر خاطر الأيتام في هذا اليوم العظيم. جبر خاطركم جميعا، وفرحة الأيتام عندنا كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد طارق نيك مايك، يلا جاهز عشان البن. كلمة وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الأستاذ عبد الحميد الطحاوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بمعالي الوزير في بلده الحصوة، وأهلا وسهلا بمعالي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأسبق. وطبعا احنا كلنا هنا بنعمل لمصلحة المواطن المصري، واحنا هنا بصدد احتفال المؤسسة العريقة بالأيتام، الأيتام اللي ربنا وصانا عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا عليهم. واحنا كلنا كمديرية التضامن الاجتماعي بنعمل تحت قيادة معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب وبتعليماته، كلنا بنبقى جنبا بجنبا ليل ونهار مع الأسر الأولى بالرعاية، مع الأيتام، وده دورنا وده واجبكم علينا. واحنا كلنا هنا موجودين وسايبين بيوتنا وجايين مخصوص عشان خاطر نقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد 1 أبريل، وإن شاء الله إحنا معاكم في كل وقت وفي كل شهر وفي كل يوم وكل سنة وانتم طيبين جميعا. الله يجبر بخاطر. والآن يتفضل معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم الهدايا المقدمة من المؤسسة. أولا تسليم عدد 2 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، مسلمة إلى أحمد محمود عبد الحق. حد أحمد فين؟ تفضل معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب برفقته المهندس شوقي محمدين واللواء خالد سعيد بتسليم عدد 2 كرسي متحرك، الأول أحمد محمود عبد الحق. حبيبي يا باشا، اخبار سعادتك ايه؟ كله تمام، الله يخليك فلوس حاجه طيب يا عمر يا باشا. مش تدخل كده خدام. والثاني يوسف عبد البديع فتحي. عايز اجيب الكادر والمعلم محمد، جيب الناحيه الثانيه مش هنا. تسليم الكرسي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصه، يوسف عبد البديع فتحي برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة شوقي محمدين الخيرية لرعاية الأيتام، بحضور معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. الله يجبر بخاطرك يا دكتور، الله يجبر بخاطرك يا معالي الوزير. سلام طيب وصبت بعزم. والآن تفضل السيدة فاضل حاجه وصلت ابويا حاجه فوز انا تحت امر في حاجه مدرسه رقم اجتماعي في حاجه تعالى. السيده هاني محمود عبد اللطيف. السيده هاني محمود عبد اللطيف تتسلم القرض الحسن، وهو عباره عن قرض 20,000 جنيه قرض حسن لمده السماح
ثلاثة شهور بعدها بيتم تحصيل قسط يومي مقداره 10 جنيهات عن قيمة هذا القرض. فتم بإذن الله سداد القرض على 5 سنوات. قرض زي سعادتك أخبارك إيه؟ نور الدنيا يا باشا، بس أنا طيب. نور الدنيا يا أبو جي، سيطر أنت. محمدين الخيرية لرعاية الأيتام وسيسلمها لها معالي وسيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. عسل يا عسل، هل كده زين عشان اخد صوتي؟ والان الهدايا التذكاريه المقدمه من مؤسسه شوقي المحمديه. اسمع سعادتك بس الله الكريم، مقدمه الى معالي الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. هديه تذكاريه لتشريفه لهذه المؤسسه من مديريه التنظيم الاجتماعي تحت رعاية المهندس شوقي المحمدين. كتاب الله الكريم، وأيضا المصحف الشريف نسخة مقدمة إلى معالي اللواء أركان حرب خالد سليم محافظ الشرقية الأسبق وكل مجلس الشيوخ. في النهاية تتقدم مديرية الطاقم الاجتماعي للشرقية للتعاون مع مؤسسة شوقي محمدين على خدمة الكلمة الإيتام كلمة للكوبرية بقى بمناسبة يوم ال والشكر والتقدير على كل من لبى هذه الدعوة القيمة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، اللواء أركان حرب خالد سليم محافظ الشرقية، التلفزيون والشيوخ والسادة الضيوف والسادة النواب أعضاء مجلس النواب الشيوخ الشرقية والسادة وكلاء الوزراء وجميع السادة ورؤساء مراكز وكتب الشرقية. شكرا للجميع وكل عام وحضراتكم تحت رعاية المهندس شوقي محمدين، أصول طيبين ومقيم في سعادة إن شاء الله. لا مش دلوقتي. طيب خلاص تمام ماشي. هنخش عمل اخر سنه للزراعه كده محمد. قلت لك صوره بقى عايز اخدها لك. امسك السيجاره يوم فاتت. احمد ايه؟ احمد ايه؟ عايز تليفونك يا احمد ايه؟ عليك خد يا حماده. لو في حاجه كلمك في التليفون. ماشي ماشي خلاص. صح غير الحته دي خلاص. وانا اللي واجهت للمصايب. ماشي شكرا معالي الوزير السيد الدكتور محمد غراب والساده الضيوف، وشكرا للدوله المصريه لتقديم هذا الحفل لصاحب الاعلام. ابن عم الغالي.